جمهوره ده حماه. هو مش مجرد شعار يعني. يعني جمهور الاهلي فعلا بيبقى له دور بارز جدا 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 في الماتشات اللي زي دي. تقول ايه للجمهور وايه اللي بيعمله الجمهور؟ لا بقول ان هي مش قصه الاستاد يتملي وناس بتشجع. طبعا طبعا. بص كان في فرق في ماتشين اللي فاتوا، الهلال والرجاء. مباراه الهلال تحديدا، مباراه الهلال السبب من اسباب المكسب جمهور النادي الاهلي اللي كان متواجد في الاستاد. مباراه الرجاء سبب تاخير المكسب الجمهور اللي كان ساكت ال 50 60 دقيقه اللي في بدايه المباراه. فانا اظن عامل الجمهور مهم جدا، هو اهم عنصر موجود حاليا، فهو اللي عليه الدور الاكبر. الدور الاكبر ان انا من اول دقيقه عامل مساعد للعيبه بشكل كبير جدا، عامل ضغط على لعيبه الوداد بشكل كبير جدا، تشجيعك للعيبه باستمرار كهتافات يعني تقصد طبعاً طول الوقت. طبعا طبعا، لان المسانده بتبقى باينه. انت بتسمع الصوت اصلا حتى في التلفزيون بتبقى سامع. مجرد دي في الملعب حتى لو اللعيب مثلا هدي لمده دقيقه او دقيقتين، مجرد الهتاف نفسه بيرجعك تاني بسرعه، ما بيخرجكش بره الموت. انما انت بتلعب في استاد حتى لو في 100,000 بس ساكتين، لا ولا مش هتحس ان هم موجودين. فجمهور الاهلي كسب الفرقه ماتشات كتيره جدا، واي مكسب حصل في استاد القاهره او في اي ملعب في مصر فهو كان سببه جمهور الاهلي. فانا اظن ان عليهم عامل كبير جدا، وانا اظن الساعه اللي موجوده دلوقتي ال50، واظن ان شاء الله هتبقى 70 يعني ال50 قول 70 80 مفيش 50 لا لا لا. امبارح كان معايا الوليد عبد الوهاب، كابتن وليد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للاستاد، قال لك بص اي عدد انا جاهز. بسم الله ما شاء الله. انت فاكر اللقطه بتاع عادل امام 50 60 70 80 هي تمشي كده يوم الماتش يعني. بالك ماتش الهلال ثم الرجاء طبعا، حتى غير المدرجات الكل الطرق طبعا، الكوريدورات اللي ما اعرفش فين يعني. انت الاستاد بيبقى باين. بص ال50 هتلاقي درجه ثالثه والمقصوره شويه، اول ما اكتروا عن كده انت داخل في 70 80، اول ما تلاقي الملعب لف شويه خلاص فانت كده داخل في 70 80. فانا اظن جمهور الاهلي لا هيبقى كتير ان شاء الله، وهيبقى عامل مساعد، لان المباراه دي مش زي اي مباراه. دوري المجموعات ممكن تلحق نفسك في حاجه، انما المباراه دي هي مباراه النهائي الحقيقيه. ده الحصان، المباراه اللي على ملعبك هي مباراه النهائي الحقيقيه. كابتن عبد الجليل حابب تقول حاجه للجمهور؟ زي ما الكابتن سيد قال فعلا، هو الفرق التانية بتيجي يا كابتن عامله حساب الجمهور قبل الفرقه. والله الفرق بتيجي حتى مو بينزلوا يتمشوا في الملعب، قال لك عشان قبل الماتش لو بيشوفوا حماس الجمهور ويحاولوا يمتصوا شويه. لا يمتصوا ايه، والله ده فيهم بيعملوا كده، لان بالذات جمهور الاهلي كابتن، وبالذات الجمهور بتاع ال 15 سنه اللي فاتوا او ال 20 سنه. يعني زمان في كبسايد قال لك دلوقتي في ساعات بيبقى 100 بس قاعدين بيتفرجوا، جايين يتفرجوا، ولو غلطت بساعات يزوموا عليك. الميزه في الجماهير من بقى لها 15 20 سنه، الشباب اللي طالع لا بيدعم الاهلي لاخر دقيقه من اول دقيقه مهما كانت النتيجه، مهما اداء اللعيب كان وحش برضه. ما حدش ما شفتش حد زام على عبد القادر لما تتخطف منه الكوره. ده لو زمان عبد القادر بيلعب واتخطفت منه مرتين ثلاثه اقسم بالله ما يقدر يلعب، لان كان زمان الجمهور كان بيجي مش زي دلوقتي منظم ودخلات وتشجيع. انا ابني كان بيروح الاستاد فجي بيقول لي، بقول له ابو تريكه جاب جون حلو قوي، قال لي ما شفتوش. قلت ليه يا ابني؟ مدي ظهره وبيشجع فما اتفرجش على فدي ميزه الجماهير دلوقتي، ان انت بتديك باور ودفعه من اول دقيقه لاخر دقيقه.